مشاهدينا لسه مستمرين معاكم في فقراتنا، فقرات صباح الخير يا مصر. الحقيقه الفقره دي فقره يعني خلينا نقول ايه مهمه جدا، ويمكن لعيبه منتخب مصر الناشئين سكواش محققين ارقام قويه في بطوله العالم في فرنسا. قدر خمسه منهم ان هم يتاهلوا لنصف نهائي البطوله في مباريات حماسيه شهدت تالق كل اللعيبه من بدايه انطلاق البطوله. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من كابتن امنه الطرابلسي اللي انضم لنا عبر الهاتف من فرنسا. طبعا كابتن امنه الطرابلسي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للسكواش ومسؤول بعثه الناشئين في بطوله العالم بفرنسا. كابتن امنه صباح الخير عليكي واهلا بيكي معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير، ازيك؟ اهلا جمال، صباح الخير. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. طيب خلينا في البدايه نطمن منك على اخبار البعثه، مين تاهل لحد دلوقتي؟ احنا عندنا الحمد لله في البنات اتاهل الاربع بنات للدور اللي قبل النهائي. عندنا كنزي ايمن وامين عرفي وفيروز ابو الخير وسلمى الطيب، وطبعا ده انجاز كبير جدا لان البطوله دي احنا مشاركين ببنات سنها صغير. وعندنا في الولاد اتاهل محمد زكريا اصغر ناشئ يتاهل للدور قبل النهائي. يعني كلميني طيب عن اصعب الماتشات اللي ولادنا يعني قدروا ان هم يحققوها، واصعب الحاجات اللي يمكن وقفت قدامهم، التحديات ايه والانجازات ايه يا فندم؟ والله احنا فوجئنا بالمستويات. لغايه دلوقتي ما شفناش ماتش سهل، لان احنا كانت الفتره اللي متعطل فيها علشان الكورونا البطولات في العالم كانت متعطله بقالها كذا سنه، فالمستويات بقت جامده جدا، الناس كلها كانت بتتمرن تمرين جامد جدا. الفريق بتاعنا سنه صغير مقارنه لبقيه الفرق، يعني احنا الفريق بتاعنا سنه بيتراوح ما بين 17 ل 16، وفي محمد زكريا 14 وامين عرفي 15، وبقيه الفرق بنتكلم في يعني 18 سنه وطالع. فالولاد عندنا سنهم صغير، بيلعبوا ناس خبره كويسه جدا وسكواش عالي جدا. من اهم الماتشات طبعا كان ماتش محمد زكريا، كان بيلعب مع بطل فرنسا امبارح في فرنسا على الملعب الزجاجي، يعني كان بيلعب ضد الجمهور كله وبيلعب ضد الحكم، كان ماتش صعب جدا. الحمد لله ان هو انتهى لصالحنا 3-2، كان ماتش قوي وولد قوي جدا، بس الحمد لله يعني عرفنا نعدي منه يعني. طيب كابتن امنه، حضرتك دلوقتي قلتي انه تتفاجئتوا بالمستويات، اتفاجئتوا بالمستويات ليه؟ يعني هل بسبب صغر سن اللاعبين زي ما قلتي، ولا لوجود تحديات تانية؟ لا طبعا، لان دلوقتي اللعبه بقت منتشره جدا وبقى فيها ادراك عالي قوي، وبقى الناس عندها وعي بالجيم اكتر من الاول. وكان الناس الصغير الشباب اللي عندنا يعني كان بقالهم فتره بعيد عن البطولات علشان الكورونا، كانت بطوله العالم واقفه، ودي كانت البطولات اللي بنقدر نشوف فيها المستويات، فكانوا بعاد بقالهم فتره. زائد ان هم سنهم صغير جدا، وطبعا خبرتهم مش زي يعني اللعيبه دول، معظمهم لعبوا بطولات عالم قبل كده. احنا مسافرين بفريق اول مره يسافر بطوله عالم، دايما كان بيبقى عندنا الفريق الكبير بناخد مثلا اثنين احتياطي من الولاد اللي هم ليهم مستقبل كويس نطلعهم يكتسبوا الخبره. فدول اول مره يشاركوا على طول، يعني مش بالاستراتيجي اللي احنا كنا ماشيين بيها قبل كده. كان دايما قبل كده نطلع الفرقه الكبيره والفرقه الصغيره تطلع تتفرج وتاخد خبره. دلوقتي هبدأنا بالصغيره على طول قبل ما يعدي عليهم بطولات ثانيه، فطبعا يعني حاجه قويه جدا وعليها ضغط نفسي جامد قوي، لان احنا المصريين هنا صورنا متعلقه في كل حته في البطوله، الابطال اللي قبل كده، فطبعا عليهم ضغط نفسي في صغر سنهم ان هم يحاولوا يحافظوا على اللقب. بس الحمد لله يعني ربنا يعني كرمنا جامد جدا لغايه دلوقتي، الحمد لله. الحمد لله. طب انا ملاحظ ان في تفوق يعني للبنات بشكل كبير في البطوله دي، وخصوصا بعد ما تاهل اربعه منهم للدور نص النهائي، نقدر نقول ايه على القصه دي يا فندم؟ البنات دايما بتبقى في السكواش يعني مميزه سنة عن الولاد، بس ده مش معناه ان الولاد عندنا مش كويسه، بالعكس احنا الولاد عندنا الفرقه دي كلها لسه هتشارك في كاس العالم اللي جايه واللي وراها كمان. يعني طبعا الولاد جسمهم وقوتهم برضو بتفرق شويه عن البنات، لما يبقى في فرق مثلا سنه او اتنين في الولاد بتفرق جدا عن البنات في القوه والخبره والنضوج جوه الملعب. الولاد عندنا ما شاء الله هايلين، لكن ينقصهم بس شويه خبره وقوه جسمانيه عن بقيه اللعيبه اللي من بلاد الاخرى يعني.
كابتن أمنة، يعني أنا متوقفة قليلا عند اللي قلتيه إن إحنا مشاركين بلاعبين ولاعبات سنهم صغير نسبيا. عايزة أسألك عن فكرة تأهيل هذا السن تحديدا، وإن إحنا كمان نشارك بيهم في بطولة العالم للناشئين في فرنسا كمان، دي يعني مش عارفة ده تحدي ولا يمكن كانت مجازفة كمان؟ والله احنا في الفتره اللي قبل البطوله بتبقى مش بس من، يعني احنا الناشئين مش قاعد بنعدهم من وهم تحت 11 سنه، بنبقى الموضوع بيبقى واضح شويه من بدري، لان احنا بيبقى عندنا بطولات في المسابقات في مصر قويه جدا، فبتبتدي تبين اللعيبه دي، فاللعيبه دي بتبتدي تتاهل من فتره صغيره، يعني من قبل كده بكثير. بنبتدي نحاول نسافرهم بطولات دوليه بسيطه شويه، في اقوى في اقوى في اقوى، لغايه ما يوصلوا للمرحله ان هم يقدروا يشاركوا فيها لبطوله العالم، فبيبقى بتبقى خطه على المدى الطويل شويه. وطبعا في النص بيقابلنا شويه تغيرات في الخطه بتاعتنا، واحنا بنبقى دايما مستعدين، لان احنا الحمد لله مدربين المنتخب عندهم خبره كافيه بكل الظروف اللي ممكن تفاجئنا، لانه يعني هم ناس مخضرمين يعني في المجال ده. عايز اتكلم على محمد زكريا، يعني لو اتكلمت على البنات خلينا اتكلم على الولاد. احنا رواد ربما في الاسكواش، يعني كان عندنا احمد براده وعندنا كريم درويش. محمد زكريا امبارح حضرتك قلت انه عمل ماتش مهم جدا وفاز 3-2 على اللاعب الفرنسي على ارضه ووسط جمهوره زي ما بيقولوا. كلميني على المباراه دي، ازاي يعني اجواءها كانت حماسيه، عمل فيها ايه، قدر يعمل ايه، دعمتوه نفسيا ازاي؟ طبعا احنا الحمد لله الفرقه عندنا متماسكه جدا، كان كلنا طبعا متوقعين حاجه زي اللي هتحصل دي، لان هو بيلعب على الملعب الزجاجي اللي هو السنتر، فمدرجاته كتيره جدا وكلها موجهه للملعب، فاحنا من قبل الماتش اصلا عارفين ان ده هيحصل، فرايحين من بدري واخدين اماكن كتيره جدا وسط الجمهور، ومحمد بعدينه تماما عن الشكل ده، ان هو ايه يبقى شايف المنظر ده ممكن يأثر عليه شويه، كان خلينا يسخن في حته بعيده شويه، اتكلمنا معاه ان ادينا له فكره ان ده اللي هيبقى حاصل، قلنا له ان الجمهور هيبقى ضدك، الحكم هيبقى ضدك، وقعدنا نتكلم معاه ان ازاي يبقى هادي ويحافظ على تركيزه، سواء من قرارات الحكم لانها طبعا كانت مش عادله خالص، او من طريقه تشجيع الجمهور، لان الجمهور جاي بالزمامير والطبل والاعلام في كل حته، يعني حاشدين جامد جدا جدا جدا. فاحنا بقى كان عندنا طريقه العكس تماما، احنا طبعا كنا بنشجع، لكن احنا كنا اللاعب اللي كان مع محمد زكريا لاعب سريع جدا وقوي جدا، ما كانش من مصلحتنا التشجيع القوي قوي، يعني احنا كان كابتن احمد المطعاني مدرب المنتخب كان عامل زي خطه كده ان احنا نهدي الدنيا وننيم اللعب جدا، فبحيث ان محمد يفضل هادي وما يتاثرش ويبقى كل تركيزه انه جوه الملعب. فكان احنا طريقتنا واسلوبنا حتى في التوجيه ما بيننا للاشواط كانت دايما بتخليه اهدى او يميل الى اللعب الهادي جوه الملعب، ما يبقاش ساير مع بقيه الجمهور او التشجيع او لعب الولد اللي معاه في الملعب. فهي دي كانت الخطه، ان احنا نحاول ننيم الدنيا خالص بحيث ان احنا ايه يعني نبقى متحكمين في الملعب اكتر من كده. كابتن امنه، انت كمان كنتي بطله عالم ودلوقتي انت موجوده مع منتخب مصر الناشئين للسكواش، عايزه اعرف منك بتنقلي خبرتك للجيل الناشئ ازاي، ان كان حتى نفسيا من خلال خبرتك في المباريات الدوليه او حتى كمان بدنيا، وازاي تاهلهم نفسه؟ هو الموضوع ده بادئ من اول، يعني طبعا دي انا فرصه كبيره جدا ليا ان انا اطلع رئيسه بعثه للناشئين والناشئات، لان زي ما حضرتك بتقولي كده ان انا عشت الاجواء دي قبل كده، فان هم حاجه كانت حاجه شخصيه ان هم يرجعوني بحاجه زي دي تاني، دي حاجه كبيره جدا بالنسبه لي. اما بالنسبه للفريق، يعني في كل موقف انا كنت بكون معاهم، يعني من اول ما كنا في مطار القاهره لغايه ما وصلنا، احنا كل موقف لازم بقى بيتوجهوا فيه، لا اعمل كده احسن، لا بتنام كده ده افيد، الاكل ده احسن، سخن بالطريقه دي احسن، لان احنا متواجدين كلنا كفرقه مع بعض، خصوصا ان احنا عندنا الناشئين لسه مكملين للفرق. يعني احنا بطوله الفرد يعني تنتهي يبتدي بقى الناشئين فرق، فاحنا عندنا اللعيبه بتاعتنا في منها خسروا، ف يعني لازم برضو تبقى دول بالنسبه لنا اهم من اي ان احنا ناهلهم نفسيا، لان لسه عندنا بطوله كامله مهمه جدا اللي هي بطوله الفرق، فطبعا في مواقف معينه لازم نتكلم مع بعض، اهديهم شويه، انصحهم شويه، نهزر شويه، اشد شويه،
فدي كلها يعني في كل موقف بيبقى على حسب الموقف بيبقى ليه توجيه، سواء في الاكل في النوم في الشرب في الهزار في تشجيع حتى الزملاء. يعني امبارح في ماتش زكريا، لان احنا عندنا الفرقه كلها قاعده، يعني اللي خسر واللي كسب كله قاعد، روح الفريق كانت مهمه جدا في ماتش زي امبارح ومهمه بالنسبه لنا في بقيه البطوله اللي هي بتاعه الفرق. طب احنا فهمنا ان محمد زكريا يعني هو فيما يتعلق بالناشئين، في الناشئات احنا عندنا اربعه في الدور قبل النهائي، ازاي هندعمهم؟ ازاي هنعمل ايه معاهم؟ البرامج اللي مخصصها الاتحاد ليهم يعني هنقف وراهم ازاي في الماتشات اللي جايه؟ احنا النهارده عندنا الماتشات هيلعبوا ضد بعض، فاحنا الحمد لله يعني كده ضامنين الاول اربع مراكز على العالم من المصريات. احنا كل اللي احنا دلوقتي دورنا ان هم بعد ما وصلوا يعني ده ما شاء الله اعلى مستوى، احنا دورنا احنا دلوقتي بنحاول نهديهم نفسنا عشان يطلعوا احسن ما عندهم، يعني يظهروا بصوره لائقه جدا بالمركز اللي هم فيه، سواء ان هو تمثيل مصر او اسمهم الشخصي، لان دي بطوله فرديه. فكل اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا نوفر لهم مثلا تدريب خفيف الصبح قبل ما يروحوا الماتشات، برنامج اكل معين، والعامل النفسي مع الدكتور النفسي الموجود معانا. فيعني احنا عايزينهم يظهروا اقوى منظر او مظهر يليق بمصر في دور القبل النهائي للعيبه بتاعتنا كلنا. طيب يعني برضو كابتن أمنة، يعني في فكرة تانية، هو الأربعة مصريين هيواجهوا بعض، هتتعاملوا إزاي في الموقف ده؟ أعتقد ده موقف صعب مش سهل. لا إحنا طبعا كاتحاد أو منتخب إحنا بنسيب المصريين بيلعبوا مع بعض جوه الملعب، وإحنا يعني بنبقى مبسوطين كده كده، يعني خلاص إحنا ضامنين، وهو بقى بتبقى يعني إيه، بتبقى معركة شخصية بينهم جوه الملعب، يعني كل واحدة بتبقى عايزة تحصل على اللقب، فاحنا بنقعد نتفرج ونشجع، ولكن ما عندناش ميول بقى لحد معين. احنا مبسوطين من الاربع القاب، والبنات عندنا الحمد لله كلنا واحد، وكلنا منتخب واحد وفرقه واحده، فبتبقى النتيجه مشرفه في كل الاحوال يعني طبعاً. الحمد لله ده اكيد. طب دلوقتي احنا شايفين عوده الهنود والباكستانيين وبعض المنتخبات الاوروبيه بقوه شديده جدا في البطولات الخاصه بالسكواش، احنا في الاتحاد بتاعنا هل عندنا يعني خطة علشان نعد هذا النشء وان احنا نواجه هؤلاء؟ هل بنراهن على ناس بعينها؟ هل نقدر نقول ان احنا هنفضل برضو ماسكين زمام الراية في هذه الرياضة عالميا؟ احنا كاتحاد بدأنا فعلا في خطة مشروع البطل او البراعم من سن صغير جدا، لان احنا طبعا ملاحظين حاجه زي كده بقالها فتره مركزين فيها، وبداوا يعملوا معسكرات، البلاد الاخرى بدات تعمل معسكرات في مصر، وبدات تهتم جدا باللعبه تاني، ترجع تاني، والانجليز كمان، وبدانا نشوف ابطال جداد هولنديين زي اللاعب اللي هيلعب مع محمد زكريا، ده اول لاعب من هولندا يتاهل في السيمي فاينل. فاحنا بدانا نلاحظ الموضوع ده من بدري شويه، بدانا ان احنا نغير السيستم عندنا شويه من بدايه سنة، من اول 7 سنين، احنا كنا بنبتدي من اول 9 سنين، دلوقتي هنبتدي من اول 7 سنين نبتدي نعمل لهم برامج معينه، بحيث ان احنا نزود الوعي على اكبر قاعده ممكنه من اللعيبه. وطبعا اي حد بيبتدي يظهر او يبان في السن الصغير بيبقى ليه سيستم معين ونظام معين وتشكيل معين وخطه يعني بتبقى متوجهه بقى للاهل والنادي لان طبعا الاتحاد او المنتخب ده بيبقى جزء من يعني صوره من صوره كبيره، يعني بيبقى فيه الاهل، بيبقى فيه النادي، بيبقى فيه اعداد نفسي واعداد جسدي، يعني الموضوع مش بس بيبقى متوقف علينا احنا يعني كاتحاد. فبنبقى عاملين زي خطه مشتركه كده ما بيننا وما بينهم للاعداد البطل ده على اكمل وجه يعني. طبعا يعني كابتن أمنة، احنا الحقيقه قلوبنا وصلواتنا معاكم، والحقيقه انتوا ادائكم مشرف جدا حتى الان، وان شاء الله كمان كل التوفيق في اللي جاي، وهنتابع معاكي طبعا على مدار الايام القادمه عشان نطمن على بعثه منتخبنا للناشئين للسكواش. مشكوره جزيل الشكر كابتن أمنة ترابولسي، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للسكواش ومسؤول بعثه الناشئين في بطوله العالم بفرنسا.